أعزائنا المشاهدين، مرحب بكم في برنامجكم نبنيهم. اليوم حنكون في مساحة معرفية ومعمارية وسياحية في حضارتنا السودانية القديمة. حنتكلم عن الحضارة النوبية والبيت النوبي. الحضارة النوبية. النوبيون من الشعوب الأصيلة في إفريقيا، يسكنون منطقة تمتد على ضفتي نهر النيل بين شمالي السودان وأقصى جنوب مصر. كانت بلاد النوبة مقراً لواحدة من أقدم الحضارات في إفريقيا القديمة، وهي حضارة نبتة، كما شملت الحضارة النوبية الكوشية ممالك أيضاً مثل كرما ومروي. يتحدث أهل النوبة اللغة النوبية، وتنقسم إلى قسمين أساسيين: اللغة النوبية النيلية ولغة نوب الجبال. وتنقسم النوبية النيلية إلى الكنزية، الدنغلاوية، والفادجية، والمحسية. يتحدث السكان الحاليون بجانب اللغة النوبية اللغة العربية بطلاقة، ويتحدثون أيضا لغات أخرى كالإنجليزية والفرنسية والإيطالية بحكم اختلاطهم بالسائحين والزوار والأجانب. The reason that I came to Sudan is I have three reasons for come to Sudan. Okay, one is maybe the most important for me is the history. I am a teacher of ancient history in the university in Barcelona. And I am very interested in ancient history. That is, in some times, is the same history that in Egypt. I am Egyptologist. The second reason is the landscapes, the country, the desert, the people who lives in the desert, the nomads, the people of this country. It's lovely people. And the third reason is also the geography. The geography. I like to discover, no, all the Nile, crossing the country, and to see the deserts and the meeting, starting in the meeting of the two Niles in Khartoum, a very special place for us. Also, I love the character of the Sudanese people, because for me it's a lovely people, it's a lovely country, a lovely place to discover the cultures of the north of Africa. And in Sudan we found three cultures from the beginning of the culture here in this area. The first one was the Kerma culture. We have some places that we have an ancient culture from the prehistoric times, but the main culture that starts in Sudan was the Kerma culture in the north. Also, we visit another places like here. And we are in Karima, close to the ancient Napata reign. And also we visit in the south the reign of Meroe. I'm very interested in the traditional architecture of the Nubian people, who use domes, mud bricks, and it is very interesting. تم الاحتفاظ باللغة النوبية القديمة في نحو 100,000 من الوثائق والمخطوطات التاريخية، ومعظمها ذات طابع ديني مسيحي، في أبجدية يعتقد أنها تآلفت
بالاشتراك مع مجموعة متنوعة نسبياً من الأبيدية اليونانية والقبطية والنوبية القديمة المشتقة من اللغة المروية، وتتراوح هذه الوثائق في التاريخ من القرن الثامن إلى الخامس عشر الميلادي. العمارة النوبية متنوعة وقديمة، وقد تم العثور على مباني تعود إلى 600 ألف قبل الميلاد، وكانت هذه القرى معاصرة تقريبا لمدينة أريحة المصورة في فلسطين. ينقسم البيت النوبي إلى قسمين، الأول للنساء بمدخل مفصل وهو الأوسع من ناحية المساحة، والقسم الثاني للرجال. يشمل حوش النساء غرف النوم، وأمامها مصطبة للجلوس في فصل الشتاء، كما يشتمل على برندة بقبوات وكذلك المطبخ. ويتوسط حوش النساء شجر الحناء أو النخيل، وتكون هنالك مزيرة. أما قسم الرجال كان يتكون من غرفة واحدة، وتعتبر بمثابة مضيفة وبرندة ومخازن للقمح والذرة والتمر. البيت النوبي له باب دخول وخروج للنساء دون المرور بجوار المضيفة. كان البيت النوبي يتم بناؤه بأسلوب جماعي وبمشاركة كل أهل القرية، فيجتمعون عند المكان المختار البناء فيه على هيئة احتفال، فيتم ذبح الذبائح ويضعون بناء الأساس للبيت. يقوم الشباب بالأعمال التي تتطلب المجهود البدني والجسماني كالحفر وجلب الطمي والرمل وعمل الخلطات والعجن. أما النساء فكن يقمن بجلب الماء من النهر وإعداد الطعام، كما نجد أن لكبار السن دور مهم في التوجيه والإرشاد. يتجسد عشق النوبي للألوان والزخارف في تصميم بيته، حيث يقوم بتزيين جدران المنزل الخارجية بألوان ونقوش التي تجمع بين الأشكال الهندسية وصور النجوم والكواكب، كما يقوم في عملية التزيين بلصق أطباق خزفية في الحوائط وتحمل في الغالب اللون الأبيض أو الأزرق، وهما ألوان ذات دلالة تراثية لدى النوبي لمنع السحر والحسد. من أهم سمات عمارة البيت النوبي اللي هي المداخل، وبلاقي إنه المداخل دي كانت بتتوجه ناحية النيل، والطالع من البيت النوبي بيكون مواجه للنيل، وده بنلقاه تقديرا وتقديسا لنهر النيل العظيم. أما الأشكال والألوان والزخارف اللي بنلقاها على الحوائط هي ذات بعد جمالي وبعد روحاني وروحي زي ما شايفين. في البناء عند النوبيين اعتمدوا على المواد المحلية في تشييد مبانيهم، فاستخدموا البناء بالطوب اللبن، واستخدموا أيضا الطوب النيلي المحروق وهو يساعدهم في بناء القباب والأقواس. ونجد أن القباب ترتكز على 4 أو 8 ركائز، وتكون ملساء من الخارج ومزخرفة من الداخل.
النوبيين طوروا استخدام القباب مع الأقواس المستديرة التي تتماشى مع دورانات القباب البسيطة لعمل المداخل الخارجية، والتي ترتكز على عمود مربع دائماً ما يكون مبني من الطوب. إضافة للشكل الجمالي المميز للقباب، فإنها تعمل كجهاز تكييف في البيوت النوبية، معتمدة على بعض نظريات الفيزياء حول حركة الهواء الساخن. النخيل في الكثير من الاستخدامات في البيوت النوبية، فتستخدم جذوع النخيل بعد شقها وتهذيبها كدعامات رأسية داخلية للبيوت ودعامات أفقية للسقوفات، كما يسهم سحف النخيل في استخدامات عدة في السقوفات. كان النوبيين بيعتمدون على مبانيهم بشكل كبير على المواد المحلية مثل سعف النخيل. الفتحات والنوافذ في المباني النوبية تكون ضيقة وصغيرة حتى تحجب أشعة الشمس وتسمح بمرور الهواء والإضاءة الطبيعية، كما تحافظ على درجة حرارة المنزل صيفاً وشتاء. العمارة النوبية صديقة للبيئة، حيث تتميز بخصائص فريدة في مواد البناء أو في تصميم البيت نفسه وتقسيماته الذي يعتمد على اتجاهات الرياح والإضاءة الطبيعية. فطريقة تصميمه وتقسيماته الداخلية تحددها عبقرية اختيار الفتحات، وهي نفس طريقة بناء وتصميم المعابد المليئة بالأسرار. تعتبر صناعة السياحة أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد في كثير من البلدان، لذلك اتجه المستثمرين في بناء القرى السياحية والفنادق، والتي تمتاز بالإبداع في تصميم مكوناتها الفراغية وتعكس التطور الطبيعي للحياة البيئية المحلية ومتصلة معها، مستمدة فكرتها التصميمية من الإرث الثقافي للبيئة المحلية. فندق البيت النوبي بمدينة كريمة الولاية الشمالية، على بعد 400 كيلومتر من العاصمة الخرطوم. مساحته حوالي 10,000 متر مربع، يحتوي على غرف النوم ومطعم واستقبال ومساحات للنشاطات الخارجية. البناء فيه مستوحى من الطراز النوبي القديم الذي كان سائدا في المنطقة، وما زالت بعض المنازل تتزين به. فندق البيت النوبي فندق بيتبع للشركة الإيطالية للسياحة، واحد من المواعين السياحية في الولاية الشمالية. الشركة عندها برضو فندق في ولاية نهر النيل وتيندي كامب في الشمال في كرم، منطقة كرمة. الفندق أخذ موقعه الاستراتيجي بجوار جبر البركة، أو من ضمن يعني مكونات حضارة النبتة. الفندق مبني بالأيدي السودانية الخالصة، والفكرة فكرة عندها علاقة بالتاريخ النوبي، اللي هو كيفية البناء من آرشات لجباب للزجزاج في السقوفات، ودي يعني كلها يعني بيحتبروها أهل المعمار إنها هي بتتبع للفترة بتاعت المملكة نبتة. We'll be right back.
ومركز الفندق على إظهار الوجه المشرق من الأكلات السودانية. بالإضافة لذلك الفندق مركز على أنه كل المكونات الوجبات تكون من داخل الفندق، اللي هو بيتكون من داخل الفندق مزرعة أورجانيك طبيعية فيها كل أغلبية الخضروات اللي بنحتاجها خلال اليوم، وحتى الأسمدة المستعملة أسمدة طبيعية فيها، ما في أي أسمدة كيميائية ولا. لذلك يعني بنفتكر انه كانت نقطه مهمه في الفندق انه يقوم على 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 البرنامج ده. ويوجد الفندق بالقرب من جبل البركل مستفيدا من الاطلاله المميزه عليه. تم بناء الفندق من قبل السيده الايطاليه إيلينيا، وهي تعتبر من رواد السياحه في السودان. الاثاث الخشبي مصنوع خصيصا ليتناسب مع المزاج النوبي وروعته وفنياته الخشبية، والطاولات والكراسي والأسرة والفناء جميعها من التصميم النوبي القديم. يمكنك أن ترى جمال النحت النوبي في جميع أنحاء الحوائط الجانبية للمباني والغرف التي يتكون منها. كما يجب الحديث عن جبل البركل الذي يقع جنوبي مدينة كريمة ويبلغ ارتفاعه 98 مترا. وقد اكتسب هذا الجبل أهمية تاريخية، حيث كانت مملكة نبتة قديما عند جبل البركل. كانت تلك المملكة التي شيدت حضارة مزدهرة مركزها هذا الجبل. ولم تقتصر أهمية الجبل على الناحية الدينية فحسب، بل نجد أن موقعه الجغرافي قد أكسبه أهمية تجارية، حيث كان يربط الطرق التجارية عبر صحراء بيوضة والعتمور وقلب إفريقيا بمنطقتي النوبة، الأمر الذي أدى إلى نوع من الازدهار الاقتصادي في تلك الحقبة.